صباح الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم. وكل يوم بيتجدد اللقاء معاكم على مدى ساعتين في برنامج هذا الصباح على شاشه النيل الاخبار. والنهارده عندنا موضوعات هنناقشها، موضوع عن اعتماد الامم المتحده قرار يرحب باسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. هنتعرف على تفاصيل اكثر عن هذا القرار وايه دلالته وكيف سيتم تطبيق دلالة هذا القرار على أرض الواقع وتأثيره على المنتديات القادمة. عندنا أيضا موضوع آخر عن معرض رمسيس وذهب الفراعنة اللي بيحقق نجاح كبير كعادة كل المعارض الخاصة بالأثار المصرية في أوروبا. المرة دي النجاح الجماهيري الكبير كان في باريس. هنشوف إيه أهم المقتنيات التي تم عرضها في هذا المعرض، وكان إيه صدى استقباله بالنسبة للصحافة الفرنسية وبالنسبة للجمهور أيضا. وأكيد هنتعرف على تفاصيل عموما عن فكرة عرض الآثار المصرية في الخارج وأهم القواعد اللي بتضبط هذا الأداء. دي موضوعاتنا الرئيسية، لكن أكيد عندنا إطلالة على حالة الطقس وأيضا حالة المرور في شوارع القاهرة هذا الصباح. نسيبكم مع أولى فقرتنا المعتادة، فقرة إيروبكس اللي بنجدد فيها النشاط والحيوية. من بعدها نبقى معاكم في جولة مفصلة مع تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح. عليكم أعزائي المشاهدين، صباحكم قوة، صباحكم رشاقة، صباحكم مرونة. النهاردة هكلمكم عن موضوع مهم جدا. لما حد بيحصل له عندنا ألم أو إصابة، لما حد بيتخبط في الشارع أو في الملعب، لما بناخد الخطوات بشكل مش منتظم أو بناخدش الخطوات السريعة، النتائج بتبقى مش كويسة ومنوصلش لنتيجة كويسة أبدا. النهاردة لما حد بيحصل له إصابة، مهم جدا تعرف تتحرك في خطوات منتظمة، وهي عاملة زي شكل المثلث. مثلث راسه الطبيب البشري، ابتدي الاول اروح لطبيب العظام او المخ والاعصاب على حسب المشكله او الاصابه فين. الطبيب ده بدوره هيبتدي يشخص الحاله، هيبتدي يحط العلاج، هيبتدي يحط الخطه بتاعه العلاج سواء الدوائي، لا قدر الله لو في مشكله هيحط خطه العلاج الجراحي، ومن هنا هيبتدي يكمل لنا خطه العلاج. اللي بعد شويه هيدخلك على قاعده المثلث اللي هو اخصائي العلاج الطبيعي واخصائي التاهيل البدني الحركي. دور كبير جدا للعلاج الطبيعي اللي هيساعدك بشكل كبير تتخلص من جزء كبير من الالم، توصل لمرحلة مناسبة من المدى الحركي، وبعد كده هيبتدي يوجهك إلى أخصائي التأهيل البدن الحركي اللي هو دايما بيكون في الجيم أو في مركز تأهيل، بيكون حد متخصص هيبتدي يساعدك إن أنت توصل لحياتك الطبيعية، أو أنت أثليت رياضي هيبتدي يوصلك إن أنت تروح الملعب مرة تانية. طب هل الخطوات دي بتحصل كلها الثلاثة مرة واحدة؟ لا، وارد طبعا يكون في مشكلة بسيطة فالطبيب يبتدي يديك بعض الأدوية فالموضوع يخف خلاص وترجع لشكلك الطبيعي، ولكن في بعض الأحيان الموضوع بيتطرق إن الألم بيبتدي يكون متزايد، في بعض المشاكل بتحصل في المفصل، في العضلات اللي حوالين المفصل، في الأربطة اللي حوالين المفصل، فبالتالي يبتدي الطبيب بعد لما الآلام الأساسية تخف يبتدي يوجهك إلى مرحلة العلاج الطبيعي اللي هيكون ليه دور كبير وهيساعدك وهيحط خطة علاجية مناسبة. لو انت اثليت او شخص عادي هتحتاج بعد كده ان انت ترجع لياقتك البدنيه، ترجع المدى الحركي بتاعك، هترجع القوه العضليه عشان ترجع لمستواك الطبيعي اللي هيخليك تتحرك عادي، او لو انت رياضي ترجع للملعب وترجع لمستواك بقوه. مهم جدا الخطوات دي ناخدها بشكل مناسب. لو احنا عارفين الكلام ده هنرجع لمستوانا الطبيعي بشكل سريع. احنا بنشوف ده كتير جدا، بيحصل الم، بيحصل مشكله، اروح لدكتور بطنه، اروح لدكتور عظام، اروح لدكتور مخ واعصاب، ما ببقاش عارف انا عايز اعمل ايه بالظبط. فالخطوات السريعة والتشخيص المناسب في الوقت اللي في البداية ده هيساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نرجع طبيعيين بشكل سريع. حبيت اعرفكم المشكلة والخطوات السريعة، اشوفكم في حلقات تانية كتير جدا اقدر اساعدكم بشكل كبير ان احنا ناخد الخطوات المناسبة لينا عشان نبقى صحتنا كويسة، رياضيين، لياقتنا عالية. وصباح الخير عليكم، واشوفكم في حلقة تانية. We'll be right back.
بكم مرة تانية ونبتدي معاكم جولتنا في أخبار العالم هذا الصباح، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو. وقال المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي أن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس السيسي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بكينيا، مشيدا في هذا الصدد بدور مصر الفاعل على المستوى القاري. من جانبه أشاد الرئيس السيسي بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، مشيرا إلى الأفاق الواسعة لتطوير العلاقات بين البلدين. وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة وما يتصل وقضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وعدد من كبار مسؤولي الشركة، حيث أعرب سيادته عن تطلعه لمواصلة التعاون المشترك بين مصر والشركة. وتابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه بصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وعددا من كبار مسؤولي الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع شركة إيني وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية، معربا عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية. من جانبه أعرب رئيس شركة إيني عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، لا سيما مع الاهتمام الذي توليه الدولة والسيد الرئيس شخصيا لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه لمصر، وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح ينظر إليه عالميا بتقدير وإعجاب. وقد استعرض السيد ديسكالزي في هذا الإطار تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر التي تتم وفقا لأعلى معايير الكفاءة، مشيرا إلى أن إني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر خلال الأربع سنوات المقبلة بقيمة 7.7 مليار دولار في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر. كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن إيني من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، وأشار كذلك إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة والمتعلقة بالتحول في الطاقة وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس عام 2023. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه السيد الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة. كما اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار
بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء. نشرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أول مقطع فيديو مصور به لقطات فريدة لموقع بناء محطة الضبعة، أول محطة للطاقة النووية في مصر. يظهر الفيديو نتائج العمل المضني الذي قام به فريق متعدد الجنسيات من المتخصصين المشاركين في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية تحت إشراف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. يواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية العامة للأسبوع السادس، ويناقش في جلسة الأحزاب السياسية الدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة الإدارية والمالية ودور لجنة شؤون الأحزاب، وذلك ضمن لجنة الأحزاب السياسية. كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. خطوات جديدة وفعالة يتخذها الحوار الوطني في مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، وذلك بتواصل جلساته للأسبوع السادس في المحور السياسي بمناقشة قضايا مهمة في لجنة الأحزاب السياسية. قانون الأحزاب السياسية الحالي صادر في عام 77 بتعديلاته، وقانون صالح ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة، وهو يحتاج فقط بس لأنه يتم تفعيل مواده، وان هو يبقى هناك في اليه اكثر تجعل لجنه شؤون الاحزاب اللي هي اللجنه الاداريه بتشكيل لجنه اداريه بتشكيل قضائي انها تبت في الخلافات الحزبيه وتلتقي مع رؤساء الاحزاب في اجتماعات منفصله ومتصله حتى تنهي مشاكل احزاب هي حاليا مجمده. حقق الحوار الوطني عددا من المكاسب، ففي غضون 3 أشهر تم مناقشة أكثر من 70 موضوعا مختلفا تهم المواطن المصري، منها الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية. أنا كده بغطي حاجتين، إن يحصل اندماج للأحزاب داخل بعضها، فما يبقاش عندي 105 حزب ما نعرفش منهم غير 3 أحزاب أو 4، وفي نفس الوقت بفتح المجال لحرية النشاط. الحياة السياسية القوية هي اللي بتواجه تماما التيارات الأخرى، لأن أنت دايما اللي بيستجيب ليك هو اللي بيتعمل العمل السياسي، فمهم جدا إن أنا أدي الثقة للأحزاب السياسية وأدي للناس كمان ثقة بإنها تنضم لها، لأن هو ده اللي بيوصل لدولة فعلا قوية. ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير. لا بد من تحديد إطار ضامن لسواء حرية الرأي والتعبير من ناحية، والحقوق والحريات العامة من ناحية أخرى، في إطار الإطار المنظم للقانون والمؤسسة التشريعية من ناحية والسلطة التنفيذية من ناحية أخرى. استمرارا في تأكيد حق الرأي العام وتطبيقا لمبدأ الشفافية، تم نشر كل ما يتم مناقشته في الجلسات العامة للحوار الوطني. يواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية العامة للأسبوع السادس، وذلك في المحور السياسي بمناقشة عدد من القضايا المهمة في لجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات، بحضور عدد من الشخصيات المهمة والمختصين والمعنيين بالشأن الحزبي والسياسي. من مقر الحوار الوطني، نشوى صالح، النيل. كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بحزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي لعرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين. وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير. تعتبر صناعة الملابس الجاهزة أحد أبرز الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد الدولة عليها، خاصة وأنها من الصناعات كثيفة العمالة والصديقة للبيئة. كما تعتمد خطة تنمية الصعيد على صناعة الملابس كأحد الأركان الرئيسية لزيادة التصدير والدخل القومي من العملة الأجنبية.
صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات كثيفة العمالة والصديقة للبيئة، والتي تشهد نموا كبيرا في مصر خلال السنوات الماضية، وتعتبر من أحد الصناعات الرئيسية للدولة في مشروع تنمية الصعيد. وتتمتع مصر بإمكانات كبيرة في مجال إنتاج وتصدير الملابس الجاهزة، وتستهدف زيادة صادراتها من الملابس ب 750 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 30% خلال العام الجاري، لتصل إلى 3.250 مليار دولار مقابل 2.500 مليار دولار عام 2022، أي بزيادة تقدر بنحو 750 مليون دولار سنويا. فهنا في محافظة الفيوم إحدى محافظات الصعيد، يأتي مصنع طيبة للصناعات النسيجية كأحد أكبر صروح التصدير في مجال الملابس الجاهزة بمصر. احنا الحقيقة هنا هو احنا جينا من حوالي أكثر من 16 سنة للفيوم، وطبعا ده المصنع ده أنشئ علشان النهاردة للتصدير، احنا لا نعمل إلا بالتصدير، كل قطعة ملابس تنتج هنا في هذا المصنع بنصدرها، فجميع المقاسات وجميع الأصناف التي تنتج في هذا المصنع عبارة عن طلبيات لأوروبا أو لأمريكا، فدي كلها حسب مواصفات العميل نعمل في هذا المصنع، ومن هنا أصبح قوة هذا المصنع في تلبية طلبات الزبائن. وتتوافر في مصر المقومات الأساسية مثل توافر المواد الخام والطاقة والعمالة بتكلفة مناسبة، وموقع مصر العبقري، واتفاقات تجارة حرة مع العديد من الدول والتجمعات تسمح بدخول الملابس الجاهزة لأسواق يزيد عدد سكانها على 1.25 مليار نسمة. وتبذل مصر جهودها لتطوير بنيتها التحتية وتقديم مساندة تصديرية للمصدر. طبعا احنا هنا في الفيوم عندنا العمالة يمكن متوفرة اكتر منها في حتة تانية، احنا هنا بندرب الناس، عندنا مدرسة بندرب العاملين اللي فيها حتى ان احنا نقدر، الجودة ده موضوع لا نقاش فيه. وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة الدول الاكثر استيرادا للملابس الجاهزة المصنعة داخل مصر بقيمة 1.3 مليار دولار بزيادة نحو 11%، اي نحو 52% من اجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الاوروبي بزيادة 31%، وجاءت تركيا كأكبر الدول التي زاد استيرادها من مصر للملابس الجاهزة بزيادة نسبتها 113% مقارنة بعام 2021، وقد يعود ذلك للاستثمارات التركية في مصر في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وأيضا وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وتركيا. قطاع الملابس في مصر شهد انتعاشة وزيادة في الانتاج وبزوغ عدد من العلامات الناشئة القائمة على الصناعة المحلية، وضرورة توسع مصر في السياسة التصديرية، وذلك بإقامة معارض متخصصة للملابس بمصر ودعوة كبار المستوردين لزيارة المعرض من أجل زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية. نروح لحالة شوارع القاهرة صباح اليوم ونتعرف على تفاصيل أكتر عنها من اللواء أحمد هشام الخبير المروري. صباح الخير يا فندم. صباح تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج والمشاهد الكريم، وإن شاء الله يوم مشرق سعيد للمصريين. إن شاء الله، يعني ادينا كده ملامح سريعة عن شوارع القاهرة، ولو في أي تحويلات مرورية أو ملاحظات تديها للناس قبل ما تتوجه لأشغالها. ما فيش شك طبعا معلوم ان يوم الاثنين بيعتبر بدايه العمل الرسمي لكافه اجهزه الدوله الحكوميه والقطاع العام وايضا القطاع الخاص في العمل الرسمي، حيث ينطلق الموظفين الى اعمالهم والساده المواطنين الى كافه المصالح الحكوميه والخدميه لقضاء احتياجاتهم، سواء المقيمين داخل القريه الكبرى او المتواجدين عليها من المحافظات الاخرى. لذلك استعدت الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع ادارات المرور بمحافظات القريه الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمستعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا أيضا في تنسيق تام ومستمر ما بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأصالة الجوية، متابعة خطوط السير السريعة
وخاصة الطرق الصحراوية نظرا لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يتطلب من قائد السيارة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، تأكد من الصلاحية الفنية للسيارة وأن الكاوتشوك يعمل بحالة جيدة وأن ضغط الهواء فيه مناسبا لسخونة الأسفلت. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة، علامات إرشادية، علامات تنظيمية، إرشاد قائدي السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة. أيضا كافة المتنزهات المطلة على المسطحات المائية وكورنيش النيل وممشى أهل مصر والمراسي النيلية تم تعزيزها بخدمات مرورية لتواجد السادة المواطنين عقب انتهاء العمل لقضاء الأوقات والهروب من ارتفاع درجات الحرارة. لذلك تم تعزيزها بخدمات مرورية لمنع انتظار الخط والوقوف الممنوع. ايضا كافه مناطق وسط المدينه والمناطق التجاريه وامام المحلات الشهيره تم تعزيزها ايضا بخدمات مروريه لمنع الانتظار الخط والوقوف الممنوع ومناسبه الكوزون الصيفي والذي يمتد لحد نهايه الشهر الحالي. حاليا الحمد لله في سيوله مروريه على كافه المحاور الميدانيه والطرق الرئيسيه، لكن متوقع خلال الساعات القليله القادمه هيكون في كثافات تحرك النظر لبدايه العمل الاسبوعي، وخاصه في المناطق الساخنه المؤديه الى كافه المصالح الحكوميه والخدميه. لذلك تم تعزيز كافه المطاني خدمات مروريه مكثفه بالاضافه لوحدات الانتشار السريع. ايضا تم تعزيز ايضا اعلى الكباري وفي مخارج الانفاق، وكذلك في المقدمين الهامه بورش الاصباح للتعامل مع اي اعطال مروريه قد تحدث وتسبب كثافات او تراكمات مروريه. يمكن ابرز ما لدينا اليوم غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان شوهينا ومسجد الشرطه بالخمائل اتجاه طريق القاهره اسكندريه الصحراوي ومحور 26 يوليو لمده 3 أشهر بسبب اعمال مشروع منوبيه لوادي النيل بالعجوزه. وطبعا في خدمات مروريه موجوده بنفس الموقع، علامات ارشاديه، علامات تنظيميه، وذلك بسبب اجراء تحولات مروريه بنفس الموقع لارشاد قائد السيارات الى الطرق والمحاور البديله. الحملات المروريه مستمره على كافه انواع المخالفات لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط ايقاع حركه سير السيارات دائما وابدا. في نهايه الفقره المروريه بالنشر يستدعى قائد السيارات الالتزام بقواعد اداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وان شاء الله رحله سعيده للمصريين. وانفي الكلمه لحضرتك. شكرا لحضرتك سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري، شكرا لوجودك معنا. قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من المصريين بالخارج حول العالم ليساهموا في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية في الجمهورية الجديدة ويشاركوا بفعالية في بناء الوطن. جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح المعرض الدولي 15 لصناعة الورق والتعبئة والتغليف والطباعة بمركز مصر للمعارض الدولية، وأكدت حرصها على التواصل المستدام والمثمر مع المستثمرين المصريين بالخارج ودعوتهم للاستثمار في مصر والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم. أطلقت وزارة الشباب والرياضة قمة الشمول المالي والرقمي بالمركز الأولمبي بالمعادي بهدف تعزيز وعي الشباب بالتحولات الرقمية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتزويدهم بالمهارات والمعرفة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالشمول المالي. تعزيز المساواة الرقمية والإدماج بين الشباب ومحو الأمية الرقمية أهداف ومناقشات جاءت خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الشمول المالي والرقمي التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من ممثلي شركات ريادة الأعمال. ربطنا شكل أعمال الوزارة مع هيئة سوق المال، مع البنك المركزي، مع وزارة المالية، مع البورصة، في أن نفتح كل هيئاتنا مراكز الشباب. الونس كبيرة جدا على الشباب المصري المحب البلد والمحب لذاته والمحب أنه هو يطور قدراته أنه يكون متواجد باستمرار. عندنا مشروعات واعدة، في مشروع مع البنك المركزي للتركيز على أهمية الشمول المالي وتوعية بالشمول المالي. الحقيقة احنا نازلين 100 مركز شباب خاصين بمراكز شباب حياه كريمه خلال الفتره الجايه، وكمان يعني في مشروعات واعده
خاصه بتدريب وتاهيل الشباب على التحول الرقمي. في الحقيقه الوزاره تتم اهتمام كبير جدا بالجزئيه ديت. الشباب المشارك في قمه الشمول المالي اكدوا اهميه الوعي بالتحولات الرقميه ومواكبه التقدم السريع في تكنولوجيا الاسواق العالميه. فتره كورونا اللي عدت علينا حاجات كتير من الاوف لاين بتاعتنا اللي كنا بنشتغلها بدات تقف، فبالتالي كنا احنا محتاجين بديل ليها، فكان احسن بديل هو كانت وحده الشمول المالي بدات توفر لنا التطور اللي احنا عايزينه، المهارات اللي احنا محتاجينها. اهميتها للشباب كلها ان انت تقدر وانت حتى وانت في البيت او في اي مكان تقدر ان انت تعمل شغلك وتاخد فلوسك من عن طريق التحولات الرقميه. التحول الرقمي دلوقتي بقى بيوفر علينا حاجات كتيره، انت تقدر اول حاجه الشباب تقدر ان هي تشتغل من البيوت وتجيب فلوس بدل ما يطلع بره مثلا يشتغل في شكل، لا انت ممكن تبقى قاعد والتحول الرقمي هيفرق معاك بشكل كبير جدا. تستمر قمه الشمول المالي على مدار يومين وتتضمن جلسات نقاشيه وورش عمل لمهارات الشباب وكيفيه التعامل مع التحولات الرقميه. قمة الشمول المالي تعد منصة للشباب ولوضع السياسات وصناع القرار من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي وتنمية وعي الشباب بالمهارات التكنولوجية والأسواق العالمية في ظل عالم رقمي ومعقد ماليا بشكل متزايد. من داخل المركز الأولمبي بالمعادي، أحمد ممدوح. تواصل المراكز الطبية عملها لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية لهم، وذلك وفقا لمبادرة الرئيس 100 يوم صحة والتي تضمن صحة المرأة والاعتلال الكلوي والراغبين في الزواج والاكتشاف المبكر للأمراض غير السري. بعد مرور 70 يوما على مبادرة الرئيس 100 يوم صحة، تم تقديم 409 ألاف خدمة علاجية لما يقرب من 27 مليون مواطن، والتي تتضمن خدمات علاجية أولية وتدخلات جراحية وبرامج تثقيفية ووقائية. محافظة الشرقية تعد من المحافظات التي تتصدر المشهد في تقديم تلك الخدمات العلاجية. متخيل حضرتك السيدة ممكن تروح الوقت الواحدة تاخد صحة المرأة وتكشف اعتلال كلوي لو امكن وامراض مزمنه، لو على ايدها طفل النهارده ممكن يكشف هو كمان عشان السمعيات وعشان الامراض الوراثيه في المستشفيات في الاطفال حديثي الولاده. لحد دلوقتي 23,000 تم توقيع الكشف الطبي عليهم، مقبلين على الزواج 23,000 مواطن ومواطنه طبعا اخذوا الشهادات وتعملوا الفحص بتاعهم، في 57 منهم تم احالتهم للمراكز المتخصصه علشان ظهر عندهم مشاكل وعلاج. الحقيقه يعني اما يبقى في عند حضرتك اكتر من 1,500,000 مواطن تلقوا الخدمه في 70 يوم، ناهيك عن عايز اقول لحضرتك على حاجه، صحه مبادره صحه المراه لما انطلقت من اكتر من 3 سنين تقريبا المنتفعات فيها تجاوز 5 مليون. الخدمات العلاجية التي تقدم وفقا لمبادرة 100 يوم صحة تتضمن خدمات تشخيصية وأبحاث للراغبين في الزواج والفحص الطبي للأطفال حديثي الولادة للاكتشاف المبكر لضعف وعلاج السمع وصحة المرأة والأمراض غير السارية. بنقيس السمعيات لكل الأطفال حديث الولادة من سن يوم لحد 28 يوم، في هي كده حققنا حوالي 13 ما يزيد عن 13,000 من مستهدفنا. تمام، بالنسبه لمبادره كبار السن اكتر من 3,900 حاله لغايه دلوقتي. بالنسبه لمبادرات زي مبادره الاعتلال الكلوي وصلنا لاكثر من حوالي مبادره الام جنين 7,000 ومبادره الامراض المزمنه حوالي 48,000. احنا بنعمل توعيه تثقيفيه للسيدات اللي بتخش هنا، بنعرفها طبعا جميع المبادرات الرئاسيه اللي احنا هي بنعملها زي مبادرات مثلا السمعيات والام والجنين وفحص الثدي وكبار السن والمقبلين على الزواج وجميع المبادرات اللي احنا بنشتغل فيها اللي هي ال 100 مليون صحه. انطباعات ايجابيه انتابت المواطنين لما يقدم لهم من خدمات علاجيه وتشخيصيه بالمجان. حللوا لي سكر وضغط وسكر تراكمي وجايين بالواجب يعني. الخدمه 10/10 ويا رب تكون كده لوجه الله، يا رب تكون كده على طول لوجه الله. خدمات تشخيصيه وعلاجيه ووقائيه تقدم على مدار الساعه من خلال مبادره 100 يوم صحه بمواكبه حرص الدوله المصريه على توفير خدمه علاجيه لائقه للمواطن المصري. محمد حلمي، النيل.
يشهد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار صحوة غير عادية في الآونة الأخيرة، شملت افتتاحات متتالية كان أحدثها افتتاح حصن بابليون ومعبد بن عزرة اليهودي في منطقة مصر القديمة بالقاهرة التاريخية. معبد بن عزرة في قلب القاهرة القديمة أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر، يضم العديد من نفائس الكتب المرتبطة بعادات اليهود وحياتهم الاجتماعية. ينسب المعبد إلى إبراهام بن عزرة رئيس الطائفة اليهودية في فترة العصور الوسطى، ويعود تاريخ إنشائه إلى القرن الثاني عشر وأعيد بناؤه في القرن التاسع عشر. يتشابه التخطيط المعماري للمعبد مع الكنائس، وهو ما يفسره الآثاريون بأنه كان في الأصل كنيسة تم تحويلها إلى معبد يهودي. المبنى الحالي الموجودين فيه بيرجع لأواخر القرن التسعتاشر، يكتسب أهميته الدينية في المعتقد اليهودي إن ده المكان اللي التقطت فيه السيدة آسيا زوجة فرعون السبت الخاص بسيدنا موسى عليه السلام، بالإضافة طبعا للبيمة اللي هي بتعادل عندنا المنبر اللي بيقوم من خلاله الحاخام بإلقاء الدروس والخطب والمواعظ على المصلين، بالإضافة طبعا لمنطقة قدس الأقداس، ودي من خلالها طبعا بيتم توجيه اتجاه القبلة للمصلين. وشهد المعبد العديد من أعمال الترميم كان أحدثها عام 2021 واستغرقت عامين، وشملت ترميم المعمار ومعالجة ودرء خطورة الأسقف وعزل الأسطح وتنظيف الأحجار ومعالجتها وإعادة تنسيق الموقع بالشكل الملائم وصيانة منظومة الإضاءة بالكامل وتنظيف الوحدات النحاسية والحديدية وأعمدة الرخام، فضلا عن أعمال ترميم الزخارف الأثرية والمكتبية. وفي نفس الموقع بالقاهرة القديمة أيضا أعيد افتتاح حصن بابليون الذي يوصف بأنه الأثر الأخير من الإمبراطورية الرومانية، وتم تسجيله في عداد الآثار الإسلامية عام 1951، وأطلق عليه هذا الاسم منذ عهد الفراعنة نسبة إلى أسرى بابل. وترجح معظم المصادر التاريخية أن تراجان هو أحد أباطرة الرومان الذي اهتم بإعادة بناء الحصن بأبراجه المميزة في بداية القرن الثاني للميلاد. وظل حصن بابليون أقوى حصون الديار المصرية على الإطلاق، ومنه دخل القائد عمرو بن العاص أثناء الفتح الإسلامي لمصر. سبب بناء الحصن في هذا الموقع وهو وجود نهر النيل والقناة القديمة للملك ناخو أيام الفراعنة، واللي تم قام الإمبراطور تراجان بتطهيرها مرة أخرى وعمل الحصن في هذا الموقع. الحصن أهميته لأنه هو هيكون مجرى مائي هام جدا، وهيكون فيه سفن تجارية هتتوافد على هذا المكان وتبادل تجاري هام جدا لهذا الموقع. أعمال ترميم وتطوير الحصن شملت تنظيف جميع الواجهات الداخلية والخارجية وتطوير منظومة الإضاءة به لإظهار الجمال المعماري للحصن وإبراز الوظيفة الأصلية للمبنى. Thank you.
أعلنت وكالة الفضاء الهندية إيقاف مسبرها الذي هبط على سطح القمر بمركبة شاندرايان 3 بعد إتمام مهمته التي أجرى خلالها تجارب على مدار أسبوعين. وأضافت الوكالة أن المسبار براغبان التابع للمركبة الفضائية شاندرايان 3 قد تم ضبطه على وضع السكون، لكن بطارياته مشحونة وجهاز الاستقبال به قيد التشغيل، معربة عن أملها في إيقاظه بنجاح لأداء مجموعة أخرى من المهام، وإلا فإنه سيبقى هناك إلى الأبد كسفير للهند على القمر بحسب قول الوكالة. كانت وكالة الفضاء الهندية قد أطلقت صاروخا لدراسة الرياح الشمسية التي يمكن أن تسبب اضطرابات على الأرض، والتي تعد أول مهمة من نوعها للوكالة. أطلقت إحدى الشركات العالمية التي تتيح خدمات نقل الركاب خدمة الدراجات النارية الكهربائية في كينيادو، وهي الأولى لها في أفريقيا، حيث تسعى إلى جعل منصتها العالمية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040. تشمل الخدمة الصديقة للبيئة الجديدة 3000 دراجة في غضون 6 أشهر، بينما من المحتمل أن يتبع ذلك إطلاق الخدمة الجديدة لبقية الأسواق في المنطقة. وقالت الشركة إن السائقين سيلحظون انخفاضا بنسبة تتراوح بين 30 و35% في تكاليف التشغيل، وأن مستخدمي الخدمة سيدفعون مبلغ أقل بنسبة تتراوح بين 15 و20% بالمقارنة مع تكلفة الرحلة بدراجة نارية عادية. عادت محطة كهرباء مهجورة في المجر إلى الحياة مرة أخرى، مدعومة بالموسيقى والعروض الضوئية في إطار مهرجان أنوتا. وتعجب الآلاف من رواد المهرجان من أبراج التبريد الثلاثة الضخمة التي تهيمن على السماء المرصعة بالنجوم في أواخر الصيف. مهرجان أنوتا جمع عشرات الفنانين بما في ذلك عازف البيانو نيلز فرام، وكان قد تم إغلاق محطة أنوتا الحرارية التي تعمل بالفحم والتي تم بنائها في الخمسينيات، وكانت ذات يوم واحدة من أكبر المواقع الصناعية في البلاد. أنقذت الشرطة الأمريكية غزالا سقط في حمام سباحة، وقد سارع رجال الشرطة في ولاية ماساتشوستس إلى انتشال الغزال الذي علق بشبكة تنظيف حمام السباحة ولم يستطع الخروج منها بعد أن أظهرت الكاميرات الخاصة بالمكان الغزال وهو يحاول الخروج لكن دون جدوى، ولكن استطاع رجال الشرطة إخراجه بسهولة. انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على إعجاب الملايين. دي كانت جولتنا السريعة اللي بدأنا بيها معاكم يومنا في هذا الصباح، ونسيبكم مع فقرة العالم في صورة والصور النهاردة تحديدا من أسبانيا التي تعرضت لأمطار غزيرة جدا تسببت في قطع طرق وإغلاق مدن.